والله الشباب صعبان عليا. يقول لك منين اجيب؟ وبقت خناقه وحرب الجواز، ومين معاه فلوس يتجوز ويجيب شقه ويجيب شبكه وهو مرتبه 1000 و1000 ونص في القطاع الخاص كمان. عمده، هو الاستجابه 60 65% على مبادرتكم في القريه، ما حاولتوش انكم تعمموها في قرى جنبكم؟ لا، مع نفس لجنه الحكماء دي برضه سعادتك. كان في حوار مع الائمه الافاضل انهم في اثناء صلاه الجمعه يبدا التكرار والدعوه بالرشد لهذا الامر. ما يعني هو الموضوع مش هيجي في يوم وليله طبعا، لكن انت بتغير عادات وتقاليد وعادات كلها سيئه، كلها سيئه. ايه اللي فيها صح يا مجدي بيه؟ ما انت شايف قدامك اهو ايه اللي فيها صح، وانت شايف التقرير قدامك اهو. ونيجي بعد كده يا باشمهندس نقول في تحرش ليه كتير، وفي اغتصاب، وفي انحراف لا قدر الله، وفي شباب منحرف، وفي عنوسه، وفي البنت بارت. هل الظواهر ديت ناتجه عن اللي احنا بنعمله ده؟ نعم، لانه انا دلوقتي بغالي في المهور. طيب المفروض ان الكلام ده ما يتمش. نتيجة المغالاة ايه؟ ان سن الزواج بيرتفع، ان الولد او البنت ممكن يبقى فيه انحراف، طبعا ان يحصل مشاكل في المجتمع نتيجة ان الناس دي غير سوية. ما انا دلوقتي المفروض انه لو انسان ما طبيعي تزوج مش هيبقى عنده العقد النفسية انه ما تزوجش. فده يبقى قنابل موقوتة موجودة. احنا هنتعامل معها ازاي؟ انا هتعامل مع واحد غير سوي نفسيا، طبعا هتعامل معاه ازاي وهينتج ازاي في الدوله وهو بيشتغل؟ هو بيشتغل في مكان، ممكن يبقى طبيب، ممكن يبقى مهندس، ممكن يبقى محاسب، ممكن يبقى مدرس، ممكن يبقى سباك، ممكن يبقى واتيفر الوظيفه بتاعته شكلها ايه. فاحنا المفروض بقى كل كيان يقوم بدوره. هنيجي لو احنا قلنا الدوله فقط مثلا، يعني انا بدل ما اعمل شقه متكامله، لا انا هعمل شقه اشطب نصها فقط لغير مثلا، بحيث ان تكلفه الشقه تبقى اقل من تكلفه الشقه اللي انا هشتريها مثلا لو كانت تمليك او كلام من ده. يعني انا بقول دور الدوله مهم، ومهم جدا جدا في حاجتين مهمين، المجتمع طبعا وكل كيان يقوم بالدور بتاعه، كل مؤسسه تقوم بالدور بتاعها. لو الدوله عملت الكلام دوت، بلاش ان هي تبني، انا مش هقول تبني، ممكن قطع ارض تتقسم في اماكن، وعندنا اماكن كثيره جدا 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 خاليه ممكن تتقسم يوصل لها المرافق وتدي للناس تبني وتعمل رسم معين هندسي. البيت 3 ادوار، بحيث ان الراجل بعد كده ممكن الدور الاول هيقعد فيه، بعد كده ممكن يقعد في الثاني والثالث، زي ابن بيتك كده، زي ابن بيتك. وكده يبقى انا حليت المشكله على فتره طويله كمان، مش على فتره صغيرة. أنا حليت المشكلة حاليا، وكمان ممكن لجيل أو اتنين بعد كده. نيجي للأب والأم بقى ودور الأسرة. دور الأب والأم نقول لهم رحمة بأولادكم. يعني احنا مش عايزين دايما كده ايه، انا ليا ولد وليا بنت. زي ما انا بروح كده اطلب لبنتي اقول ان الزوج بتاعها المفروض ان الصفات اللي فيه تبقى 1 2 3 4، بتنازل عن ايه وما بتنازلش عن ايه، العكس صحيح. لان انا مش هعمل شاطر مع ابني وبنتي اعمل معاها حاجه تانية، يبقى كايل بميكايلين. لا اتنك بقى واقول لازم يجي ولازم يجي ولازم يجي، ما ينفعش. لا انا المفروض ان انا المكيال واحد، انا المفروض ان انا اتجاه واحد، وهذا بيجي من التوعيه والمؤسسات ودور الاعلام زي ما قلت لك قبل كده. صح، مهم جدا يعني. طبعا استاذ احمد.